شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه، النادي الاهلي والقناه في دور ال 16 دوري المرتبط بفوز النادي الاهلي 79-61 في مباراه شهدت تفوق النادي الاهلي في الفتره الثالثه والرابعه، وبذلك يضع النادي الاهلي قدما في دور الثمانيه في انتظار ان شاء الله نتائج مباراه يوم الجمعه، مباراه العوده مع القناه. خلينا نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل هنعرف مين هو راجل المباراه وايه هي لعبه المباراه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نروح لارض الملعب، زميلنا كريم احمد هناك ولقاء مع الكابتن طارق الغنام مدير اداري الفريق. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك من جديد كابتن هيثم السعيد، كل جمهورنا طبعا ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد طبعا بنهني النادي الاهلي النهارده على هذا الفوز، لكن طبعا هنتكلم في كل الامور دي طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن طارق الغنام. طبعا برحب بيك كابتن طارق في البدايه، ويمكن النهارده طبعا المباراه في المستطاع، لان انت عارف طبعا بيكون في الجيم الفريق اللي قدامنا بيكون اقل مننا شويه، الراجل بيحاول يجرب عدد كبير جدا من اللعيبه، لكن بشكل عام النهارده شايف الجيم ازاي كابتن؟ يعني اول حاجه بقول الحمد لله طبعا المكسب. طبعا يعني هو عندنا بس اربع خمس اصابات، ف احنا 12 لعيب بالظبط، فيا دوب بيتوزع المجهود على قد ما يقدر كابتن جوستي طريقته واسلوبه يعني. ف طبعا يعني في مستوى احسن من كده، وهو بس مش يعني انت الماتش عشان بس الماتش ايه عايز اقول لك ايه يعني ماشيها ان هو بس نحافظ على اللي احنا فيه، عندنا ماتش ان شاء الله يوم الجمعه معاهم هناك تاني ان شاء الله الدنيا تبقى شكلها احسن من كده، بس في المجمل الحمد لله يعني نحافظ على اللي احنا فيه، دي اهم حاجه يعني. بره الفنيات يا كابتن طارق الحقيقه يعني يمكن اشدنا باجوستي الحقيقه الفتره اللي فاتت، ويمكن هو فتره صغيره جدا، لكن لابد ان احنا الحقيقه نشيد بالكابتن طارق الغنام، نشيد بالدراستي، نشيد بالجرح، لان لولا الانسجام الكبير اللي فيه اللعيبه اللي جايه من الخارج، لو ما فيش كبار ونجوم بحجم الكابتن طارق الغنام وكل النجوم دي ما كناش هنشوف الهرمون الكبير ده. تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا؟ والله احنا يعني بنحاول نعمل اللي علينا. طبعا كابتن اجوستي عامل شغل، طبعا يعني كنت عايز اقول ان في قبل وكان في مدربين برضو عاملين شغل، والوضع مش جديد او مش غريب، لا بالعكس هو سنه ورا سنه الفرقه كانت بتتبني بقى لها فتره، الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. احنا يمكن رامي واحمد الجرح صراحه قايمين بدور كويس جدا، ودي حاجه كويسه. اداريا الحمد لله الدنيا متظبطه الى حد ما، يعني الدنيا الحمد لله ماشيه، اما تبقى المنظومه كلها في ظهر بعض الوضع بيبقى مختلف يعني الحمد لله رب العالمين. وده كنا يعني طول عمرنا واخدين عليه من النادي الاهلي، يعني على طول الناس في ظهرنا وعلى طول الناس الطلبات موجوده ومجابه، ويعني بشكر النشاط الرياضي طبعا المجلس على الوضع اللي احنا فيه فعلا، لان هو هم ليهم دور كبير جدا. يمكن اي حاجه صراحه بتطلب بتحصل من غير كلام من غير، فيعني ان شاء الله ربنا يكرمه والدنيا تكمل على خير باذن الله رب العالمين. شكرا كابتن. شكرا بنشكر اكيد كابتننا الكبير كابتن طارق الغنام طبعا على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي، واستمر الحقيقه النادي الاهلي بالقياده الفنيه الرائعه والمميزه مع اوجستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي في حصد الانتصارات، والموسم ده ان شاء الله يكون موسم حافل ومليء بكل الانتصارات لكره السله بالنادي الاهلي. زميلي المتألق من ارض الملعب كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم كان مع كابتن طارق الغنام. يمكن كابتن سلاوي انا عايز بس اعلق على كلام كابتن طارق، ان طبعا الاصابات يعني اكيد الفريق بيعاني في وجود هذه الاصابات. هو طبعا كلام طارق هو لم الموضوع كله او اختصر الموضوع كله في ان الاصابات هي السبب من الاسباب، انما يعني الراجل بيقدر يستعين بالناشئين وكده عشان يسد الاصابات. اعتقد نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي النهارده، فوز مستحق، شكرا لفرقه القناه، عملت اللي عليكي في حدود الامكانيات المتاحه، الحمد لله حطينا رجلينا في الخطوه في دور الثمانيه ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نروح لارض الملعب، مراسلتنا هنا ابو القاسم ولقاء مع اهم لاعب الفريق ومن اهم لاعبي مصر ايهاب امين. اتفضلي. مرحب بيك كابتن هيثم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي لاعب ايهاب امين. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك الفوز النهارده. عايزه بقى تكلمني عن مباراه اليوم واداء الفريق. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا المكسب اول حاجه. الماتش كان يعني صعب شويه في اوقات، يمكن عندنا اصابات كتير قوي، لعيبه بتلعب في مراكز غير مراكزها خالص يعني، فالموضوع كان صعب شويه على بعض اللعيبه، بس الحمد لله قدرنا نفرق في الشوط الثالث شويه وكسبنا فرق 20 بونت، اعتقد فرق مريح. ماتش العوده يوم الجمعه ان شاء الله مش هيبقى ماتش سهل برده في ملعبهم،
عندنا زاد علينا اصابه عمر طارق فبرضه هتفرق معانا كتير قوي، بس ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده تقوم بالدور. زي ما حضرتك قلت ماتش يوم الجمعه هيكون مش سهل خالص، هتستعدوا له ازاي يا كابتن؟ اعتقد زي اي ماتش هنستعد له. كوتش جوستي بيحترم كل المنافسين، وممكن احنا النهارده ما كناش مدينا حقهم زياده، يعني كنا المفروض نحترمهم اكتر من كده، فان شاء الله هنبقى مستعدين اكتر يوم الجمعه. عندهم لعيبه كتيره كويسين، النهارده عرفناهم اكتر وعرفنا مفاتيح اللعب وطرق خططهم اكتر، فاعتقد يوم الجمعه الماتش يعني هنبقى مستعدين له احسن من النهارده. جماهير النادي الاهلي دايما بتكون الداعم الاول لكل اللاعبين، ايه الرساله اللي تحب توجهها لكل جماهير النادي الاهلي او الوعد؟ يعني الوعد ده يعني احنا نبذل طبعا اكتر مجهود، يمكن عندنا اصابات كتيره قوي، بس بقول لهم ان اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله كلها رجاله وكلها يعني هتحاول تركز وتبذل مجهود مضاعف الفتره الجايه عشان تعوض غياب المصابين. بشكرك جدا يا كابتن، مبروك مره ثانيه. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن ايهاب امين. مستمرين معاكم طبعا في تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. لقاء مع ايهاب امين برضو نفس الكلام يا كابتن سلعاوي، واضح زي ما حضرتك قلت قبل المباراه انه مشاركه اربع لاعبين في مركز صانع الالعاب ده ما جاش من فراغ، يعني عنده اصابات كتير وبيعمل روتيشن في الاماكن، وده الكلام اللي قاله ايهاب امين ان في عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا في مراكز غير مراكزهم. اتفضل يا كابتن. طبعا كلام محترم اللي قاله، وخاصه حته ان احنا ما احترمناش الفريق الخصم اكتر، لازم الاهلي كل المباراه تبقى مستوى واحد. انا عايز اقول بس احنا الفرق معانا في الشوط الثالث والرابع ان احنا طلعنا الكره بسرعه، جرينا فاست بريك، لمينا نفس الكلام اللي قلناه انا وانت في بين الشوطين، فقدرنا نلم، فقدرنا نجري على الفرقه، بدا التركيز شويه في السيري اي بوينت. انا في اعتقادي الشخصي ايهاب امين جاب اعلى سكور، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان عمرو زهران هو نجم المباراه. اذا حضرتك بتختار عمرو زهران نجم النهارده او رجل المباراه في مباراه الاهلي والقناه هو عمرو زهران، والحقيقه كابتن يمكن وجهه نظر حضرتك مبنيه انه كان مؤثر في اللحظات اللي هي وبرضه ناشئ ولازم محتاج دفع من القناه المحترمه، قناه الاهلي قناته، فمحتاج دفع برضه اللي احنا نشجعه. ايهاب امين بدأ في الثالث والرابع، لكن الولد كان من الشوط الاولاني والثاني جيد. طب كابتن انا احب برضو اقول لحضرتك المسجلين الفريق جولي دلوقتي من ارض الملعب، وخلينا اقول لحضراتكم ان احنا يعني مش يعني ممكن نغلط، سامحونا لو في نقطه زياده وقل، ولكن دي ان شاء الله بنسبه كبيره هي صحيح. ايهاب امين حط 20 نقطه في المباراه، وعمرو زهران 12 نقطه يا كابتن، ويليهم احمد حمدي 10 نقاط وعمر عزب 10 نقاط، دول افضل المسجلين في الفريق. هم حطوا تقريبا 20 30 40 42 نقطة الأربع لعيبة، يعني تقريبا نص السكور بالظبط. طب كابتن حضرتك اخترت يعني عمرو زهران هو رجل المباراة، طيب برأي حضرتك إيه هي لعبة المباراة؟ زي ما تعودنا في استوديو الأبطال بنختار رأيي لعبة المباراة. إن لعبة المباراة الدنك اللي حطه أحمد حمدي. الدنك اللي حطه أحمد حمدي في الشوط الرابع. الشوط الرابع في آخر اللي هي دي يا كابتن أهي. اللي هو عمرو عزب طلعها له، خدها أحمد حمدي وكمان نط من عند الدوتت لاين بتاع اليد، فهو يعني نط من بعيد. اذا دي حضرتك شايف انها لعبه المباراه ان هو كان مستحق. طيب عشان كان معاه دفاع مثلا كابتن، كان معاه دفاع وانه واخدها من بعيد وقدر ان، وطبعا الباصه كمان من عزب. وكمان يا كابتن برضو احمد حمدي فيها حاجه بياخد تيك اوف عالي جدا من مسافه بعيده، ما بيقلقش من اللي جنبه. لا 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 بولد كويس، يعني بصوا ما شاء الله نطت من بره السيمي سايكل، السيمي سيركل بتاعه الحلقه تحت، يعني لو عدناها تاني يا جماعه ممكن نجيبها، هتلاقي احمد حمدي نط من قبل السيمي سيركل اللي هي الدايره النص دايره اللي تحت الحلقه، هو نط من قبلها من عند الخط المنقط بتاع اليد. خدوا بالكم، بصوا ما شاء الله نط من مسافه بعيده يا كابتن سلعاوي، فعلا يستحق. اذا دي لعبه المباراه، ونتمنى يعني ان شاء الله احمد حمدي يعمل موسم جاي جدا يا كابتن. انا بس عايز اقول ان ايهاب امين في الشوط الثالث والرابع بدا يرجع لمستواه، بس لسه منتظرين منه كتير، لان ايهاب امين طبعا بيمثل مركز ثقل في النادي الاهلي، مهيب كان راجع من اصابه بدا يظهر شويه، احنا لعبنا برضو دفاع رجل لراجل، بودي حسام ومؤمن طارق خيري اعتقد انهم محتاجين وقت شويه عشان دولت الاثنين لعيبه كويسين ولاعيبه تقال، بس محتاجين خبرة وقت وانسجام وباللعب، يعني بالوقت هيديهم خبره. طب كابتن عايز يعني اخد راي حضرتك في بعض الارقام المهمه في المباراه.
الربع الاول والثاني خلص 34-26 زي ما تابعناه 34-26 التالت والرابع لو خدناهم منفصلين خلصوا 45-35 بالظبط. تحليل حضرتك للارقام دي ايه؟ الارقام دي بتقول ان احنا في الشوط الثالث والرابع قدرنا قدرنا نجري على الفرقه، قدرنا نستحوذ على الريباوند، قدرنا نطلع فاست بريك جيد. معدل تهديفنا كان اعلى صحيح. بس اعتقد ان الديفنس في الاول والثاني كان احسن. صح، دليل، برافو عليك. 26-35 يعني النادي القناه نجح يحط 35 نقطه 11 بوينتس مور ذان السكورد ان فيرست اند سكند كوارتر، يعني 11 نقطه كتير يعني حبيب. يعني يعني تخيل يعني طبعًا. انت شايف حضرتك ان احنا في يعني تفوقنا هجوميا والدفاع، بس التفوق الهجومي كان اكتر بكتير عن الدفاع يعني 45 نقطه يعني تقريبا هو فرق كبير. بس خليني اقول لك كابتن برضو يعني احنا كاسبين التالت والرابع 10 نقاط، الاول والثاني كاسبين 8 نقاط، يعني برضو الدنيا مش بعيده يعني والماتش زي ما طارق قال ان ماتش هناك، او ايهاب امين قال ان الماتش هناك يبقى صعب على ارضهم. اذا احنا ما فرضناش اسلوبنا وسيطرتنا على المباراه، ويعني هي المباراه احنا اللي هناك لو كسبنا المرتبط خلاص مش محتاجين، لكن يعني انت كبطل عرب لازم تفرض اسلوب لعبك وتكسب. بس خليني اقول لك يا كابتن برضو ان هيبقى عندنا مشكله هناك، ان هم بيلعبوا على ملعبهم، هم عندهم شويته فوده صلاح ابو خضره، يعني عندهم شويته اكتر، عندهم حلول، وعمر اللاعب اللي هو الاجنبي معاهم، يعني قصدي اقول لك ان هم هيبقوا هناك اكيد نسبه تهديفهم على 3 بونت اعلى. فلازم نبقى عاملين حساب ده، واكيد مستر اجوستي اكيد هيعمل ده وهيعمل حساب المباراه طبعا. اعتقد هتفرج مره واثنين على المباراه وهي الحلول، وبعدين دي مباراه في لسه في البدايه في دور ال 16 لسه عندنا يعني صحيح دور ال 16 وبعد كده دور الثمانية لسه عندنا قبل النهائي 3 مباريات. طب يا كابتن عايز اسالك، ما زال مستر اجوستي ما بيستغلش او ما بيلعبش زون ديفنس؟ ما زال برضه كمل الثالث والرابع الدفاع مان تو مان. بيتهيألي ده جايب يعني مؤثر، يعني قصدي اقول ان انا مش حاسس انا كمتفرج انه محتاج يغير نوع الدفاع. لا هو مش محتاج، هو مش محتاج، لان احنا الدفاع كان ناجح في الثالث والرابع وقدرنا يعني نجري على الفرقه، وشفت انت الدنك اللي هو اللي احنا عملناه لقطه المباراه، زاد اكتر من فاست بريك. اللي انا عايز اقوله ان السرعه فرقت في الثالث. كابتن سلاوي استاذ حضرتك، احنا معانا عبر الهاتف عمر طارق لاعب الفريق الاول لكره السله، والحقيقه اللي اتصاب وخضنا عليه جامد الحقيقه في الشوط الاول والثاني. ازيك يا عمر؟ يا كابتن هيثم ازي حضرتك؟ الف مليون سلامه عليك. الله يسلمك الحمد لله. عمر طمني، ايه اللي حصل؟ نزلت على رجل لاعب ولا انا؟ انا بنط نزلت على رجلي، يعني عدت على رجله كلها، يعني ما نزلت على الارض خالص، فطبعا رجلي لفت الانكل، بس الحمد لله كنت مربط رجلي، فان شاء الله يعني ما تبقاش جامده يعني. ما انا كنت لسه هسالك، انت لو مربط الاصابه هتبقى اقل كتير. بسيطه. ما انا بربط على طول كل يوم يعني، فالحمد لله ان شاء الله تبقى خفيفه يعني. طب عمر بامانه عمر، يعني احنا كلاعيبه كنا بنحس برجلنا، يعني انا كنت اخد السبين انكل اعرف ده هياخد قد ايه ولا وانا واقع. انت شايف الاصابه، يعني احساسك بانكل رجلك ان شاء الله يعني بسيطه؟ لا ان شاء الله بسيطة، ما تطولش يعني ان شاء الله. هي الوقعه كانت جامده بس يعني الحمد لله انا مشيت عليها ودوست عليها، فيعني الحمد لله يعني ان شاء الله ما تبقاش جامده. معلش انا بسالك كده لان الجمهور قلقان عليك الحقيقه، وجالينا استفسارات كتير على صفحاتنا وعايزين يطمنوا عليك، فالحمد لله انت شايف ان هو يعني مش من سبينات انكل يعني اللي احنا كنا يعني بنبقى قلقانين منها احنا كلاعيبه. لا ان شاء الله تبقى بسيطه يعني الحمد لله. هي الوقعه بس تخط يعني، لان انا نزلت على رجله كامله يعني ما لمستش الارض خالص، فاتخضيت يعني، بس الحمد لله ان شاء الله يعني. الف سلامه عليك يا عمر. طب الجهاز الطبي بدا معاك، هل قال لك هنبتدي ازاي؟ هل هيكون في انا ابتديت من وانا جوه الماتش يعني، ابتدينا كنت حاطط ثلج ونادي ابتدينا جلسات يعني على طول دلوقتي بعد الماتش، وبكره الصبح يعني هنكمل ان شاء الله مع الدكتور وهتابع معايا ان شاء الله. ومش هنوصيك يا عمر بقى النهارده تلج، انت مش صغير وعارف. لا ما انا جردل تلج واحط رجلي فيه طبعا. كابتن سلعاوي بيبلغك بيقول لك الف سلامه يا عمر. الله يسلمك يا كابتن سلعاوي، ربنا يخليك. منتظرين منك كتير ان شاء الله، وانت
عمود اساسي في فرقه النادي الاهلي وخضنا عليك، لكن ان شاء الله تكون بسيطه. واحنا ياما اتصابنا انا وهيثم الموضوع ده ابسط حاجه. ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله وتكون قريب معانا ان شاء الله. الف سلامه عليك متشكرين ان انت دخلت معانا عشان على الاقل نطمن جمهور النادي الاهلي عليك يا عمر. شكرا جزيلا يا حبيبي. والله على سؤالك ربنا يخليك. متشكر يا عمر. متشكر يا حبيبي. الف مليون سلامه عليك. شكرا. الله يسلمك. يمكن كان ضروري يا كابتن سلام ان نطمن على عمر. والله يعني وانا بشكر الحقيقه فريق الاعداد عشان احنا كنا محتاجين نطمن جيده عليك. بصراحه خطوه جيده من المراسلين بتوعنا ان احنا اطمأننا والناس اطمأنت والجمهور اطمأن على عمر طارق. واللعيب بيبقى حاسس كانت بسيطه اهو. بقول لك ان شاء الله هي بسيطه يعني، بس هي الوقعه اللي كانت صعبه شويه اللي خضت الناس. طب كابتن هل تتمنى يعني حضرتك برضو كراجل متابع وفني واستاذنا كلنا وهداف لوس انجلوس، يعني يعني ما فيش حد يعني عمل اللي حضرتك عملته في مصر الحقيقه في دوره اولمبيه ياخد هدافها. خليني اقول يعني اصاباتنا اللي موجوده، حضرتك قلقان ان مثلا ممكن ما يلحقوش الجمعه، ولا تتمنى ان يبقى اكبر عدد موجود الجمعه عشان نبقى جاهزين لدور الثمانيه ونخش على قبل النهائي واقفين على رجلينا، لان تقريبا احنا في سكتنا نادي الجزيره. يعني الاصابات دي قلقاك ولا حاسس باريحيه؟ لا لا لا، بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الراجل من ساعه ما استلم الفرقه هو المدير الفني ماشي مع الفرقه بطريقه منظمه جدا، ماشي معاهم بطريقه جيده جدا، ان هو بيعمل روتيشن بين اللعيبه بدليل يعني احنا طبعا نتمنى ان احنا نلعب في الكاملين بقى. يعني بقى لنا سنتين ثلاثه اصابات بنعاني من اصابات بقى لنا سنتين ثلاثه. طب كابتن في بعض يعني الناس يعني على الجمهور بيبعتوا لي على التليفون وعلى السوشيال ميديا، هل ارضيه الملعب ليها دخل ولا حضرتك شايف ان دي اصابات قدريه؟ يعني عشان برضو خلينا مش هحط راسنا في الرمل، لازم نقول بكل حقيقه ونتكلم. بكل حقيقه انا شايف ان فيها قدري وفيها من الارضيه الاثنين. بدليل ان المدرب السابق بالما اشتكى من الارضيه، فاعتقد ان في يعني الارضيه برضو ليها كانت سبب من الاسباب، زائد ان فيها حاجات قدريه. لعيب الباسكت معرض لرجله تتلوي لان دي كل معظمها اصابات. طب كابتن خليني اقول لحضرتك اكمل لحضرتك باقي مسجلين المباراه، يمكن احنا اتكلمنا عن اربعه فقط، وهقول لحضرتك على كل الفريق اللي لعب تقريبا وقول لي رايك ايه وتوقعك. خاصه انا عايز اعلق شويه على تومسون اللاعب المحترف. عندنا طبعا ايهاب امين 20 نقطه هداف المباراه، زهران عمرو زهران 12 نقطه، حمدي 10 نقاط، عزب 10 نقاط، عرابي 6 نقاط، قبليه مهيب 7 نقاط، تومسون 6 نقاط، بيدو حسام 5 نقاط، مؤمن طارق خيري نقطتين، واخر لاعب طبعا بودي نقطتين. وشفنا يعني عمر طارق حتى حط باسكت او اتنين قبل ما يخرج، بس طبعا 6 بونت. عرابي هو كان هو اسمه عرابي. عرابي حط 6 نقاط. انا اسف معلش انا الاسامي كلها مش تحت بعض فمش قادر اربط الاسامي. شايف المسجلين يمكن تومسون 6 نقاط، بس انا حسيت ان تومسون بيلعب على قد المباراه. هل حضرتك شفت ده ولا هو امكانياته اكتر من كده بكتير؟ انا اعتقد ان امكانياته اكتر، بس هو لعب على قد المباراه. بس انا برضو كنت يعني انا كنت في بدايه الكلام قلت انا عايز يعني في نصيحتين عندي انا عايز. اتفضل كابتن. الاهلي بداية من الدورة العربية ومكسبك للدورة العربية يجب أن يلعب جميع مبارياته كبطل للعرب، ولا يعطي فرصة لأي فرقة من أنها تقدر تمشي مع فريق الأهلي. ليه؟ لأن لو لعبت بالروح البطل ده مفتاح من مفاتيح المكسب. كلام هايل. تاني حاجة ليا نصيحة برضو صغيرة لعبد الله ناصر الناشئ. عبد الله لعيب كويس، يمتلك امكانيات هايله، بس عنده مشكله ظهرت النهارده لازم يهتم بيها، ودي حاجه لا ترجع للمدرب ترجع له شخصيا، وهي الرميات الحره. صح. النهارده 6 رميات ورا بعض متتاليين. لو في مباراه بلعب اتحاد بلعب ماتش كلوز شويه وانت بتلعب على ملعبك كمان، خلي بالك يا كابتن 6 مؤثرين جدا. طب يا كابتن كل النهائيات مش هتزيد عن باسكت 2. حضرتك كنت بتلعب في نفس المركز ومن اعظم اللعيبه اللي جت في المركز ده في تاريخ مصر كلها من اول ما الباسكت بول اتعمل. يعني حل الفاول شوت ده ايه؟ يعني انا انميه ازاي؟ ده فردي. دي يعني المهاره التي تؤدى بدون اعاقه. انت لازم تشتغل على نفسك، لازم تتمرن كتير على الفاول شوت. انت بتلعب على ارضك، لو انت بتضيع 6 ورا بعض على ارضك امال بره هتعمل ايه؟ بره هتعمل. فالولد انا عارف ان هو بيتقبل، وعارف ان هو ولد صغير، وان كلنا منتظرين منه كتير، وان هو ده عباره عن في وقت من الاوقات هيبقى عمود من العواميد اللي بتشيل النادي، فلازم ان يهتم بكل صغيره
في هذا الموضوع. نصيحة غالية جاية من طبعا من قامة كبيرة زي حضرتك، ونصيحة أكيد أكيد عبد الله يعني ولد من عنده خلقا وعلما وكل شيء إنه يستطيع لا وإحنا من لو مش لعيب إحنا في أمل إحنا ما كناش قلنا، لكن إحنا قلنا علشان هذا الولد أنا شخصيا شايف إن هو هيبقى في وقت من الأوقات ذو قيمة بالنسبة للنادي. طب كابتن النهاردة شفنا في تغييرة حصلت إنه عزب وبودي حسام كانوا في الملعب مع بعض، صحيح الموضوع ده؟ حضرتك توقعت إنه لو نزل الاثنين مع بعض هيحط عزب شوتينج جارد أو هيحطه جارد وهيلعب بودي حسام طبعا؟ بسرعة لا. شايف عمر عزب يعني بإن هو بيلعب في أكتر من مركز بره ده مكسب. ده إضافة مكسب؟ مكسب مكسب وإضافة، وبعدين أنا قلت لك برضو إن هو الولد بيرمي اكتر لبوزيشن 2. ده وجهه نظر حضرتك الفنيه ان هو ممكن بوزيشن 2 بيبدا بدليل ان هو جاب 3 بوينت باص طلع الكوره، الولد امكانياته عاليه جدا، سريع، بصاته كويسه، عينيه كويسه، ودي برده من مميزات سواء يعني لاعب الباسكت سواء واحد او اثنين مميزاته ان عينيه كويسه، بيعرف ينزل الكوره، بيعرف يشوط في الوقت اللي نسبه الفاول شوتنج عنده عاليه. يعني ممكن كويس. ممكن الوضع اللي احنا فيه الاصابات خلى الكوتش يلعب في كل واحد في اكتر من مركز واكتشف، ودي ميزه اكتشف لا ميزة. يعني اكتشف يعني انا قصدي اقول انت ممكن الظرف يخليك تكتشف امور انت ما كنتش شايفها كمدير فني، وده مش عيب. لا 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 لا، هو اصلا لما اللاعب يلعب في اكتر من مركز ده مكسب مكسب للنادي ومكسب ليه هو شخصيا. نعم بيديله فرصه انه يلعب. يعني اللعيب الملتزم بمكان واحد غير الملتزم بواحد واثنين وثلاثه. طب كابتن سلعاوي برضو في نقطه مهمه جدا وعايز اخد راي حضرتك فيها، وهو الكنترول اللي عامله مستر اجوستي على البنش. بص يا كابتن، احنا بتوع باسكت وفاهمين، ممكن يكون في انا اسف يعني ممكن يبقى في فوضى على البنش وبنشوفها على فكره وبنحسها، وفي بنش ظابط ايقاعه، بنش يعني المجموعه اللي قاعده بره مظبوط ايقاعها، اللعيب قاعد اكتف ستاند باي هوت ستاند باي انزل ينزل. شايف مستر اجوستي نجح في ده حتى الان؟ نجح طبعا ب 100%. الاول احنا كنا بنعاني واتكلمنا في الاستوديو هنا اكتر من مره عن عدم انضباط البنش بالنسبه للنادي. اهم حاجه خطوه معموله السنه دي هي انضباط البنش، كل واحد عارف وظيفاته واجب. المدير الاداري هو مدير اداري، الاداري هو اداري، المساعد المدرب هو مساعد مدرب، كل واحد عارف اختصاصه. فاللعيب لعيب كله قاعد كله متساوي في البنش، دي من اهم الخطوات اللي ادت الى نجاحنا ومكسبنا للدوره العربيه. الشكل الجديد والشكل اللي ان شاء الله ينور عليه، الشكل اللي ظاهر عليه الفرقه فرقه منضبطه كلها، ودي نقطه اساسيه ادت لنجاح الفرقه دي. الانضباط على البنش وانضباط داخل الملعب. ما هو حضرتك اللي بره هيدي الانضباط جوه. الله ينور عليك. الله، لان هو عارف ان اللي هيخطأ هيتحاسب سواء بره او جوه، وقد يكون حساب هو مش متعود عليه وما اعرفش الراجل حسابه شكله ايه. صحيح. ممكن بصه، ممكن الماتش اللي بعده ما ادلكش كتير، ممكن ما ادكش شهر. يعني فهو يعني برضه في انضباط داخلي جوه الملعب وانضباط خارجي. حتى لو تشوف انت كميه التكنيكال فاول اللي كنا بناخدها دلوقتي ما فيش. طب هسأل حضرتك سؤال، طريقه التعامل مع الحكام اختلفت. طب سؤال تاني، هل الانضباط ده بينعكس على الروح؟ طبعا. ازاي؟ طبعا انا شايف الانضباط عامل من عوامل قوام الفرقه، ان هو ده بيقوم الفرقه، بيعكس روح على الفرقه، لان برضه الدنيا ما تكون منظمه احسن ما تكون فوضى. نعم. وده لما تكون الدنيا منظمه بتؤدي الى روح اعلى، وبتؤدي الى قوه اكتر، وبتؤدي الى ان احنا بيبقى في واحد بس هو اللي بيتكلم. طب كابتن هسالك سؤال اخر، حاجه فنيه يعني انا متشوق اسمع كلامك بصراحه. واحنا بنطلع كل اللي عندنا الحقيقه، حاجه جميله جدا. طب كابتن يعني هل زمن، وحضرتك تفهمني كويس، زمن ان انا احط سيستم دفاعي وهجوم دفاعي خلاص ده سيستم دفاعي لازم شوت بيه يكون موجود في اي فريق، في الهجوم هل زمن الخطط والتكتيك وحفظ اللعيبه للتكتيك انتهى مقابل ان انا اختار مجموعه من اللاعبين ذو مهارات عاليه واديهم فرصه للابداع، وزي ما بقول او فرصه للكرياتيفيتي زي ما بيقولوا، ان اللاعب يبقى عنده مهاراته ويحط بصمته في الملعب،
احنا في زمن ايه دلوقتي يا كابتن؟ لا انا 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 يعني انا انا ليه اختلف معاك في نقطه بسيطه، وهي انا شايف ان الخطط برضو مهمه جدا، لان بيجي وقت ليها لما الدنيا بتقف وتتزنق. لكن انا كلاعب من خلال الخطه او من خلال النظام او السيستم اللي حطه المدرب لازم ابدع، انا لازم ابدع ولازم انتزع الاهات الله، ولازم انا اخلي الناس تقول فلان ده لعيب لعيب، لكن من خلال سيستم. السيستم هو اساس النجاح. اذا انا فهمت من كلام حضرتك ان هو كومباينيشن بالاثنين، بس انت عندك سيستم، بس السيستم ده انا عايز ابدا من خلاله، من خلاله، انما مش من فوضى. مش فوضى، الفوضى بتؤدي الى فشل. الفوضى بتؤدي الى فشل، لكن انت من حقك تبدع كلاعب، من حقك تظهر مهارتك، من حقك تعمل كل ما هو فيه لصالح الفرقه. يعني كل حاجه في صالح الفرقه من حقك من خلال السيستم اللي هو النظام. طب انا اسالك حضرتك سؤال مباشر، حضرتك قريب من الفرقه وطبعا الرجال والسيدات الاثنين بحكم طبعا نادين ما شاء الله، بنت حضرتك نجمه من نجمات الفريق، وايضا يعني احمد ما كانش بعيد عن الفريق. احمد بس السنه دي خرج بره الفريق وان شاء الله يؤدي اداء كويس ويرجع بيته تاني. شايف راضي يعني الفرقه السنه دي، يعني بحكم حضرتك كخبير وكراجل قريب من الفرقه وكراجل فني، راضي عن اداء الفرقه مع حتى وجود الاصابات دي؟ لا انا راضي بصراحه، والفرقه الفرقه شكلها شكل، لها شكل ولها انضباط ولها وكفايه ان احنا بدانا الموسم ببطولتين ودي ما حصلتش من فتره كبيره جدا. بس انا برضو عايز اقول ان في ناس قبل المدرب جوستي ناس اشتغلت طبعا، وناس تعبت سواء في الدرجه الاولى او في قطاع الناشئين، لان انت المرتبط انت ماشي بقطاع الناشئين صحيح، زي ما انت ماشي هنا ماشي هنا، والخساره تحت بتاثرها في اللي فوق، لو خسرت اللي تحت مشكله للي فوق صحيح. لكن عايز اقول احنا لا نقدرش ننكر ان في ناس كل من عمل في واشتغل في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، من اشرف توفيق وسيد مصطفى ونبيل بخيت وخالد بخيت وكل وطاهر رجب كرئيس قطاع ناشئين، والراجل بصراحه يعني من ساب ثروه كبيره جدا للنادي. انت دلوقتي ثروتك هي قطاع الناشئين، ناشئينك عندك في كل مرحله فيها لعيب اثنين وثلاثة، ودي كانت برضو من ضمن الأفكار اللي احنا كلجنة طلبها مننا الكابتن رؤوف، ان احنا نشوف المواهب. الناس المواهب اللي في كل فرقة نحافظ عليها، نحافظ عليها، ودي كانت مطلب من مطلب مدير النشاط الرياضي بان هو كرئيس للجنة كابتن سلعاوي. انا الحقيقه مستمتع بكلامك جدا، ولكن هو وقت البرنامج او وقت الاستوديو خلص، وكانت مباراه حلوه واستمتعنا بيها. بشكرك يا كابتن سلعاوي، نورتني وشرفتني يا كابتن. انا اللي بشكرك على، انا يعني بصراحه مبسوط جدا ان انا موجود في قناه الاهلي، ومبسوط جدا ان انا قاعد مع زميل وقاعد مع اعلامي يعني متالق، واسئله بصراحه كتير، لكن اسئله كلها حساسه وفي الصميم ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي، ونتمنى لك نتمنى الفوز ونجاحك بصفه مستمره. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده، طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي، قدم في دور الثمانيه، وان شاء الله نوفق يوم الجمعه ونضع يعني كلا القدمين ان شاء الله في دور الثمانيه، واتمنى كل التوفيق لفريق كره السله. الحقيقه اللي خلانا مستمتعين دايما واحنا بنتفرج عليه، كل الشكر والتقدير لفريق العمل. بشكركم شكرا جزيلا، والاستوديو جديد مع الاقطار.